المنتخب الرواندي مطالب بالانتصار وبفارق هدفين لضمان ترشحه للدور القادم، وهذا في صورة هزيمة المنتخب الغيني أمام المنتخب التونسي. منتخب الكونغو الديمقراطية اللي انهزم مرتين وبالتالي يغادر السباق حاول عشية اليوم باش يقدم مردود طيب في آخر لقاء، وكانت في الفترة الأولى باش يباغت المنتخب الرواندي، لكن كورتو تصدم بالقائم الأيسر وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. في الفترة الثانية تقدم المنتخب الرواندي للهجوم أكثر وتوصل من افتتاح النتيجة في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب مكازي سعيد، رغم تدخل الحارس في مناسبة أولى ثم المدافع في مناسبة ثانية. المنتخب الكونغولي كان رد سريع وكاد يعدل الكفة في الدقيقة 75، لكن العارضة تمنع دخول الكرة للشباك لينتهي اللقاء بانتصار المنتخب الرواندي هدف مقابل صفر. انتصار لمكنوش من الترشح للدور القادم، لكن رغم هذا فإن هذا المنتخب تقدم مردود طيب خلال هذه الدورة اللي شارك فيها لأول مرة في تاريخه.